وهو معروف بهذه القضايا العظيمة والمبدعة. فإذا صار لدينا عبارتان، عبارة يا جبال، والعبارة الأخرى سخرنا الجبال. فإذا طرحنا أو سوينا معادلة رياضية وطرحنا المتشابهات، طرحنا كلمة الجبال صارت كلمة سخرنا مساوية لياء النداء التي هي تستقبل معنى الفعل أنادي. طبعا هذا لا يقلل من الجهد اللغوي الذي بذله العلماء في هذه المسألة، فربما نجد بأنهم بذلوا جهود عظيمة. وطبعا نحن هنا لا ندعي بأنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم، لأن هذا مخالف لكثير من الآيات القرآنية التي بنيت أساسا على المجاز. ونحن هنا لا نريد أن ننفي وجود المجاز أو نسخ النص القرآني عن جنسه العربي، ولكن الذي يمكن قوله